كيفاش تم اكتشاف وتفجر القضية؟ أعطينا تفاصيل. القضية بدأت من خلال واحد الصديقة ديالهم اللي كانت قريبة منهم، وبداو كيعاودوا لها التفاصيل هذه وبدات كتروج الهضره. حنا اول مره سمعنا بهذا الاجرام هذا، حنا ما صدقناش، قلنا حاشا يكون هذا امام يقدرش يعمل هذا بحال هذا الاجرام بحال هذا. ولكن مع مرور الايام بدينا كنعرفوا شي وقائع وشي جرائم اللي ارتكبها في حق هاد الاطفال من خلال التصريحات ديالهم. شحال المده وهو كيمارس هاد الافعال؟ المده تزيد عند 7 او 8 سنوات. نعم. وشحال تقريبا يكون المجموع ديال هاد الضحايا المفترضين في القضيه؟ الضحايا اللي تم اعتراف من خلال التصريحات ديالو، من خلال الاعترافات ديالو 12 ضحايا. حاليا في الجلسه اللي العمله دابا، غير من خلال الهضره ديالو، يعني هو بغى يتراجع على الاقوال ديالو، ولكن نتق الله وقال لهم في عملتوا ديك 12 اخرين. واخا سؤال اخر، انتما كاسر متضرره باش كطالبوا العداله؟ الاسر المتضرره كطالب باقصى العقوبه حق هذا المجرم. صراحه الله الاسر مساكن في حاله لا يرثى لها من سمع هذه الصدمه، وسمعوا بان الاولاد ديالهم تم الاعتداء عليهم وتم افتضاض بكراتهم. صراحه الله هذه الاسر ما ترتاحش حتى تسمع بان هذا المجرم خد اقصى العقوبات، منها الاعدام او المؤبد بالاقل. انا من عائله الضحايا. اليوم الحمد لله المجرم راه اعترف جميع الاعترافات ديالو قدام الوكيل العام محكمه الاستئناف، اعترف بانه كان كيعمل هذا المجرم هذا مع هاد الاطفال هادو. المده ديال اللي شرط في هذه الجامعه هذه المده ديال 5 سنوات ولا 6 سنوات ولا اكثر، يعني 5 سنوات يبقى هذا الشيء هذا، يعني من 2015 باش بقى طالع على حسب الاعترافات ديال الاطفال والبان. هذا الشخص هذا يعني كنا كنعملوا فتيقه، تشارك كيعمل فتيقه، يعني مقرع في زاويه، كيأدي صلوات الخمس، كيأذن. مطالب اقصى عقوبه، اقصى عقوبه، باننا حنا دوله مسلمه ما عندناش هذا الشيء. هذا كان مقدس، راه حنا كنحترموا المسجد، كنحترموا صاحب المسجد، كنحترموا يعني الراجل اللي كيأدي صلوات الخمس. الفقير كملي كنتلاقاو حنايا فقيه كيقولوا لا سيدي فقيه بخير هانياك كلشي مزيان، يعني كنحترموه كنحييوه، انا كنحترموه كنعطيوه واحد القيمه. يعني هذا الشيء هذا ما كيبغى لا الله لا العبد، ما كيحرم لا عقل ولا حتى شي واحد. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.